صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا النهارده اليوم الاخير والاهم في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. الحقيقه المنتدى اللي ساب اصداء عالميه كبيره جدا جدا، وحقيقه ساب الاصداء مش بس مع الوفود الاجنبيه ومع الشباب اللي كانوا موجودين هنا النهارده، قد ايه عبروا عن انبهارهم وقد ايه عبروا عن فرحتهم وقد ايه عبروا كمان عن حبهم للمنتدى وقد ايه هم نفسهم يجوا هنا تاني. لكن كمان الحقيقه كانت الاصداء وصلت لرؤساء الدول اللي فعلا اشادوا بالمنتدى، وكلهم اشادوا بالقياده السياسيه هنا في مصر وازاي بتتعامل بشكل مباشر مع الشباب، وكمان تمكين الشباب بشكل عام ووضعهم في الاماكن القياديه. كمان النهارده يمكن جزء مهم جدا جدا، وهو الجزء الخاص بتخريج شباب الاي بي ال بي او تخريج الشباب من البرنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين للقياده. الحقيقه دلوقتي معايا ضيفين مهمين جدا من هذا البرنامج، هيبتدوا يتكلموا معايا عن هذا البرنامج وايه اللي استفادوه من البرنامج، وازاي كمان نقدر نربط بقى الشباب ومنتدى شباب العالم والبرنامج. هنبتدي دلوقتي بضيفي، هنرحب بيهم. الدكتور رامي عماد الدين، وهو خريج برنامج الاي بي ال بي في نسخته الثالثه. بصبح على حضرتك يا دكتور رامي. دكتور رامي، كلمني الاول، ايه هو الاي بي ال بي؟ صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الـ EPLP هو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة زي ما حضرتك أشرت، وهو في الحقيقة أحد مخرجات وبرامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، المكان العريق اللي يعني كلنا بنتشرف إن احنا بقينا ننتمي ليه، وهو الحقيقة يعني أحد الحاجات الجميلة جدا اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل وتمكين الشباب على القيادة، واللي بيتوافق بشكل كبير جدا مع رؤية الدولة والجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحنا ونسعى عليها. الحقيقة يعني أنا بشوف أنه البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مش بس برنامج أكاديمي وعلمي بنتعلم فيه يعني سبل القيادة على أعلى المستويات ومن أماكن عالمية ومحلية، لكن كمان الحقيقة هو برنامج متكامل بشكل كبير جدا، برنامج فيه جزء اجتماعي وجزء ثقافي وجزء رياضي، وأنا بعتبره أنه هو بيقوم بشكل كبير على تنمية شخصية الإنسان، شخصية جديدة، شخصية مش بس يعني عارفة بشكل أكاديمي يعني إيه قيادة، لكن كمان تقدر تنفذها على أرض الواقع. والحقيقة الدليل على ده إنه إحنا مش بس اتعلمنا جوه القاعات التدريبية زي ما قلت لحضرتك، محتوى علمي عالي جدا جدا ومحترف جدا جدا، ويعني تم وضعه من قبل خبراء على أعلى مستوى، لكن كمان كان في جزء عملي، وهو إن إحنا نزلنا لفينا في المحافظات، يعني كل محافظات مصر تقريبا، وشفنا إزاي المسؤول الحكومي بيتعامل في الشارع، وإزاي المسؤول الحكومي بيتعامل مع المواطن، إزاي بيحل المشاكل بره القاعات التدريبية، وده شيء الحقيقة كان صعب جدا إن إحنا ندرسه جوه قاعة التدريب، ده شيء لازم نشوفه بعينينا، لازم نشوف إزاي المسؤول بيتعامل مع ده، ويعني ينقل لنا خبرته في ده، وإن إحنا نكون جزء أو جنب لجنب مع مسؤولين الدولة، ده شيء الحقيقة يعني فيه إفادة كبيرة جدا. دكتور رامي، كمان يمكن أنا عرفت إنه في كمان جانب اجتماعي وبيهتم كمان بالجانب الشخصي والتنمية والوعي ويمكن الرياضي كمان، كلمني عن الجزء ده في البرنامج. تمام، زي ما قلت لحضرتك هو برنامج متكامل فيه فعاليات كتيرة جدا، خليني مثلا أقول لحضرتك واحدة من أهم الفعاليات اللي عملناها وابتدينا بيها أول ما التحقنا بالبرنامج في شهر نوفمبر 2020، هو إن احنا اخترنا اسم للدفعة. فعاليات اختيار اسم الدفعة اللي احنا بننتمي ليها وبنتشرف جدا 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 إن احنا بنحمل هذا الاسم، وهي دفعة الشهيد عقيد أرقان حرب أحمد منسي، اخترناها عن طريق انتخابات حقيقية، انتخابات نزيهة جدا، كانت انتخابات متكاملة احنا اللي صممناها، لجنة الانتخاب كانت مننا، الشباب الموجودين في الملتحقين بالبرنامج هم اللي اختاروا الأسماء عن طريق يعني سلسلة من الأسماء اللي تم يعني وضعها، وانتهينا باختيار اسم الدفعة بالظبط اللي احنا بنفخر. دكتور رامي، يمكن ده اكيد تاكيد على انه البناء بناء مهني وبناء كمان شخصي لي وادبي لي الشخصيه من البرنامج. شكرا جزيلا. دكتور رامي، كمان لو رحنا دلوقتي لضيفي الدكتور احمد عصام، ودكتور احمد عصام هو ايضا من الخريجين الذين سيكونوا خريجين اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور احمد، برحب بحضرتك. دكتور احمد، دلوقتي لو اللي بيتفرج علينا عايز يلتحق بالاي بي ال بي يعمل ايه، او انتوا وصلتوا لبعض ازاي؟
تمام. هو بس بنمر بعده مراحل، هي بالحقيقه مراحل صعبه جدا وقاسيه جدا. بنمر طبعا مرحله ان انت تبدا تكتب الطلب او الالتحاق، وبرده بيكون في اسئله غير نمطيه عشان يبداوا يفلتروا عليها الناس. بعد كده بنخش مرحله امتحانات شامله لغه عربيه، معلومات عامه، ثقافه عامه، بعد كده وانجليزي. بعد كده بنتفلتر بنخش على مرحله ثالثه، وهي مرحله اللي هي المقابله الشخصيه. بعد كده بنوصل لمرحلة أصعب، هي مقابلة شخصية تانية بس بلجنة كبيرة جدا، مش أقل من 5 أشخاص من أشخاص ذاتي مسؤولية في مصر. بعد كده بنوصل، بعد ما نخلص وتجاوز المراحل دي كلها، بنخش مرحلة اختبار رياضي. بعد مرحلة الاختبارات الرياضية بنخش على مرحلة الاختبارات الصحية أو البدنية. دي كل المراحل اللي بنمر بيها اثناء الالتحاق بالبرنامج. اذا الاختبارات هي اختبارات علميه واختبارات بدنيه واختبارات ثقافيه بشكل عام، عشان نكون قادرين على اختيار الشخص الحقيقي مؤهل انه يكون كادر لصناعه القرار فيما بعد. شكرا جزيلا دكتور احمد عصام على هذه المعلومات، وزي ما شفنا مع بعض يمكن كلها توامه بتتفاعل سويا علشان تطلع هذا الشخص القادر على القياده، القادر على صنع القرار هنا من منتدى شباب العالم وتحديدا في شرم الشيخ. نعود اليكم مره اخرى.